بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في قناه رجاء اليوتيوب. اول مره يشوفنا ما ينساش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، تمام؟ اتمنى يا رب من الناس اللي تشوفني تدعمني. عايز اتكلم عن المسلسل بتاع بربروسا ومسلسل ارطغرل وعثمان. في حاجه غريبه جدا، تلاقي الابطال او تلاقي عثمان او تلاقي ارطغرل او تلاقي بربروسا جالهم 10 اعداء او عايزين ناس بيبرزوهم وبيضربوهم، فتلاقيهم هما بيضربوهم، اوكي ماشي خلاص يعني مش مشكله، وممكن يبقى 20 واحد تمام. بس الملحوظه الكبيره قوي اللي بتبان ان اللي بيتقتل يا جماعه اكتر من العدد اللي كان طالع في الاول، يعني قبل ما يبداوا ان هم يضربوا ببعض ويبرزوا بعض بالسيوف العدد بيبقى اكبر بكتير جدا. يعني هم مزعرك 20 بالله، وكل واحد بيقتل 5 6، فتلاقي العدد كبير قوي اللي اتقتل غير اللي كان ظاهر ليهم. طبعا مسلسلات جامده جدا ومحترمه جدا وانا بحبها جدا، مفيش اي مشكله فيها، لكن الملحوظه دي غريبه قوي فعلا. دايما بلاقي كده، دايما الاقي ان هم مجموعه طلعوا عليهم من الاعداء وهم بيضربوهم، فالمجموعه بتبقى اللي بيتقتل اكتر من الجنزار في الاول. ما بتفهمش دي ما خدوش بالهم منها ليه، ما اعرفش، ده عيب كبير جدا. تابعوا معانا بقى ونشوف لكم عيوب تانية في الثلاث مسلسلات ان شاء الله. كان معاكم هاني، شكرا ليكم، ما تنسوش سبسكرايب واللايك والشير. انزل لو قبل، سلام.